برعاية وحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة، نظمت الإدارة المركزية للموارد البشرية بعجمان الملتقى الحكومي السنوي التاسع تحت شعار نلتقي لنرتقي، متضمنا وحاملا معنى للإنجاز الحقيقي الذي تحقق في دوائر حكومة عجمان نتيجة للجهود المشتركة والمخلصة والعمل الدؤوب المتواصل على مدار عام كامل. توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه وجميع الحكام الإمارات على دعم الموظفين ودعم المتميزين في الحكومات سواء كانت الاتحادية والمحلية، فيجب منا كحكومات أن ندعم الموظفين ونشجعهم على موضوع الابتكار وموضوع التميز وموضوع التعليم. فالشباب والشابات اللي عندنا الحمد لله رب العالمين في الحكومة شباب متميزين. شهد الملتقى عرض لأهم الإنجازات التي حققتها الحكومة على مدار العام الماضي والمتماشية مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان في المجالات كافة والمواكبة لتطورات العصر لترسيخ مكانة الإمارة وريادتها في مسيرتها نحو تحقيق رؤية عجمان 2021. طبعا في البداية نشكر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي على رعايته الكريمة وحضوره للملتقى السنوي التاسع. ما في شك أن هذا الملتقى عكس روح الأسرة الواحدة بين القائد وموظفين حكومة عجمان. حقيقة الملتقى هذا كانت فيه كثير من الفعاليات، فعاليات ركزت على الإبداع والابتكار في استعراض لمجموعة من الابتكارات والاختراعات لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في كذلك استعراض لمجموعة من المشاريع الحيوية لإمارة عجمان اللي من خلالها نوعي الموظفين بأهمية هذه المشاريع، كذلك في تكريم نخبة متميزة من الموظفين، وكل هذا طبعا في جو أسري في جو ودي في جو يعكس روح العائلة. يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين القيادة والموظفين بالدوائر الحكومية بالإمارة لتبادل وجهات النظر دون قيود أو حواجز في سبيل تعزيز وتطوير الأفكار وتحقيق الإبداع والابتكار والتميز الحكومي.